زبائن مركز الوسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موقع مركز الوسام، الوكيل الرسمي لشركة أوتيل في العراق. نقدم لكم جهاز فحص السيارات، جهاز مكسيداس DS808 لجميع أنواع السيارات ما عدا السيارات الإيرانية. طبعا الجهاز صنعته صنع في سنة 2017 وأيضا ينتج في سنة 2018 وراح ينتج في سنة 2019. انت من تشتري الجهاز ويا تحديث 3 سنوات مجانا، يعني احنا نقول اشتريته اليوم 2018 من تاريخ شرائك للجهاز، الجهاز يعطيك تحديث 3 سنوات مجانا. اي شيء ينزل من موقع الشركة مجرد ربط الجهاز على الانترنت والدخول الى فقرة ابديت، الجهاز راح ينزل لك احدث انواع السيارات ولمدة 3 سنوات مجانا عن طريق الواي فاي. جهاز المكسيداس DS808 حاليا مثلا نشوف هاي السيارة جايتها تحديث مباشرة، بس نحدد او ندوس ابديت اول مباشرة الجهاز مثل ما قلت لكم يتصل بموقع الشركة وينزل لكم احدث انواع السيارات. طبعا الجهاز وفحص وبرمجة عن طريق الكيبل، من افضل انتاجات شركة أوتيل اللي اثبت جدارته في الاسواق العراقية. لطلب جهاز المكسيداس DS808 اتصلوا بينا على الرقم 077-056-52865 وزورونا العراق أربيل شارع جولان داخل جاليري مول مركز الوسام الهندسي. ومثل ما قلت لكم حاليا راح نختبر الجهاز على سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2015 وراح الجهاز يشوفنا شنو يقدر يفحص بهذه السيارة. راح نجي نختار الدياجنوستس. طبعا الجهاز يعطينا جميع أنواع السيارات، السيارات الصينية والسيارات الآسيوية بالكامل وأيضا السيارات الأوروبية وأيضا السيارات الأمريكية. أكو فقرة كلش حلوة بالجهاز اللي هي البحث الأوتوماتيكي، هذه على معظم أنواع السيارات ممكن يقدر الجهاز هو مباشرة يدخل على السيارة وهو يقول لك شنو عندك نوع السيارة. يعني شوف حاليا احنا اخترنا البحث الأوتوماتيكي، هو الجهاز راح يقول لنا أنت رابط الجهاز على أي سيارة، راح يعطينا مواصفات السيارة، راح يعطينا رقم الشاصي، يعطينا كل مواصفات السيارة. شوف حاليا اعطانا هذا رقم الشاصي، راح نجي هنا أيضا نتأكد من رقم الشاصي، شوف مطابق له 100%، نقول له أوكي. اعطانا مواصفات السيارة ديسكفر سبورت موديل 2015 وأيضا رقم الشاصي، راح نقول له يس. طبعا دخول سريع جدا إلى السيارة، نختار دياجنوسيس. طبعا الجهاز أيضا اعطانا خيارات اوتو سكان والكنترول يونت. الاوتو سكان عن طريقها ممكن تدخل على جميع المنظومات اللي موجوده بهذه السياره. الكنترول يونت انت تحدد لاي منظومه رايد، مثلا رايد بس المحرك او رايد بس الجير او بس الايرباك او بس الاي بي اس. احنا راح نختار الكنترول يونت، راح نجي مثلا على الباور تريف كنترول اللي هو منظومه المحرك، حاليا الجهاز دخل عليها، راح نقول له ريد كود وحاليا نو فولت كود ديتك، انه ما بيها اي مشكله في منظومه المحرك. نقول له اوكي، نخرج بك، خلينا ندخل على الترانسميشن منظومة الجير، نقول له ريد كود، حاليا أيضا ما عندنا أي مشكلة في منظومة الجير. لو أكو مشكلة في منظومة المحرك أو في منظومة الجير أو في أي منظومة بالسيارة راح يسجلها في داخل فقرة الريد كود. طبعا الجهاز فحص مع برمجة مثل ما قلت لكم تحديث 3 سنوات مجانا عن طريق الواي فاي، يعني ما يحتاج إنه أنت تجيب لنا الجهاز ليمنا، لا أنت مباشرة تربط الجهاز على الإنترنت وتحدث الجهاز من يمك 3 سنوات مجانا. طبعا اكو ايضا فقره مهمه بالجهاز اللي هي سيرفيس، طبعا هنا فحص وبرمجه دايجنوسيس. اما اذا تريد بس تسوي سيرفيس، مثلا تريد تبرمج فقرات برمجيه بالسياره، مثلا سكليتر او زاويه استرنام واي شيء تحب تبرمج من هالفقرات، تجي مباشره على الفقره اللي تريد انت تبرمجها، وهذا اختصار سهل جدا حتى عن طريقه تقدر تبرمج بالجهاز المكسيداس. جهاز المكسيداس جهاز يرتبط ويا السياره عن طريق الكيبل، حاليا احنا رابطين الكيبل بمخرج الـ OBD2 للسيارة. لطلب جهاز مكسيداس DS808 من مركز الوسام الوكيل الرسمي لشركة أوتيل بالعراق، اتصلوا بينا على الرقم 077-056-52865 وأيضا عندنا خدمة توصيل إلى جميع المحافظات بالعراق. تحياتي لكم.